السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في كورونا اليوم، والبداية مع آخر إحصاءات الإصابة والوفيات بهذا الفيروس لليوم. في أعداد الإصابات حول العالم، ارتفع عدد الإصابات لأكثر من 3.5 ملايين، أما الوفيات فتجاوزت 250,000. في الوفيات المرتفعة ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى من حيث عدد الوفيات التي تجاوزت 70,000 وفاة، فيما أوروبيا بريطانيا هي الثانية في عدد الوفيات كما سنرى. أما إسبانيا الوفيات تقريبا ارتفاع بسيط جدا، 25,613 حالة وفاة. في إيطاليا كما إسبانيا الانخفاض مستمر بعدد حالات الوفاة، 29,315. أما في بريطانيا التي تجاوزت عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا، هذا الرقم ربما في بريطانيا تجاوز عدد الوفيات إيطاليا لتصبح بريطانيا هي البؤرة رقم واحد في أوروبا من حيث عدد الوفيات. فرنسا 25,200 حالة وفاة واحدة. أما في ألمانيا الوفيات تقترب من 7,000 حالة وفاة. في روسيا التي سجلت قفزة بعدد الإصابات أمس، الوفيات ما تزال عند حدود 1,451 حالة وفاة. أما في تركيا 3,520 حالة وفاة. ننتقل الآن إلى أبرز القرارات الأممية والدولية المرتبطة بالجائحة خلال الساعات 24 الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية ولايات فيها تستعد لتخفيف القيود رغم تحذيرات من احتمال وفاة 100,000 شخص. من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا، حيث أصبحت بريطانيا هي الأولى في أوروبا بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا نتيجة لاحتساب الوفيات التي يتم تسجيلها داخل دور العجزة. إذن بريطانيا احتلت المرتبة الأولى في أوروبا والثانية عالميا في عدد الوفيات المسجلة بالفيروس، وذلك بعد إضافة أعداد المتوفين في دور المسنين في اسكتلندا وشمال أيرلندا. إنجلترا وويلز كانتا قد كشفتا قبل أيام عن أعداد من ماتوا بالفيروس خارج المشافي والمراكز الطبية، فيما أعلنت اسكتلندا وشمال أيرلندا لأول مرة منذ انتشار الوباء عن أعداد الوفيات في دور العجزة. كبار السن يعتبرون من الفئات الضعيفة والمهددة أكثر من غيرها بالإصابة بالفيروس، إضافة إلى الأقليات العرقية التي سجلت ارتفاعاً بأعداد الوفيات فيها مقارنة بغيرها من المجتمعات الغربية. وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال إن الحكومة البريطانية ستجري تحقيقاً في هذا الشأن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه النتائج. أما نائب مدير الصحة في إنجلترا جوناثان فانتم فقال إنه يجب دراسة كافة الظروف التي تعيش بها الأقليات لمعرفة الأسباب الحقيقية. نتابع. We recognize that there has been a disproportionately high number of people from black and ethnic minority backgrounds who have passed away, especially amongst care workers and those in the NHS. And I pay tribute to them before, and I will do so again, because the NHS is an amazing organization that has been built on the dedication of people from all backgrounds, and it's including many, many who've come to this country to give their lives working in the NHS, and disproportionately employs people from ethnic minority backgrounds. And yet we have seen this impact in the data. When you start to study patterns of disease across different ethnic groups, you also have to take into account potential differences in the age structure between groups, also differences in the patterns of underlying medical conditions, which we know do vary by ethnic group. And therefore, it's a complicated picture. And also deprivation has to be taken into account where people live. And all of this is complex. It takes time. إلى فرنسا، حيث رفض مجلس الشيوخ حملة إنهاء الإغلاق، وفي حكومة الفرنسية تصر على تنفيذها.
من فرنسا إلى إسبانيا، الحكومة تحذر من الفوضى في حال عدم تمديد حالة الطوارئ. أما في نيوزيلندا فالحكومة النيوزيلندية تدرس السماح بالسفر إلى أستراليا. من نيوزيلندا إلى المغرب التي أعلنت تطويق فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك في استمرار انخفاض الإصابات اليومي. عربياً، السعودية أيضاً قالت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية أنهت عقود العاملين في القطاع الخاص وستعمل على تخفيض الرواتب. نبقى في الخليج العربي. عمان تنهي العام الدراسي وتمدد الإغلاق حتى 29 من أيار مايو الجاري. وفي عمان أيضا أعلن عن استخدام طائرات للدرون للحد من انتشار الفيروس. كيف؟ نتابع. الرجاء من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. الرجاء الابتعاد من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. الرجاء الابتعاد من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. في الأردن وصلت أولى طائرات الطلبة المقيمين في الخارج الذين قامت الحكومة الأردنية بتسهيل عودتهم إلى الأردن فيما تم نقلهم بعد العودة إلى مناطق الحجر. الآن من الأردن إلى لبنان. في لبنان تم تمديد فترة التعبئة العامة حتى 24 من مايو أيار الجاري في استمرار لإجراءات الحجر الصحي. أما في فلسطين حالة الطوارئ تم تمديدها في الضفة الغربية لشهر كامل من الآن. من فلسطين إلى مصر، عبد الفتاح السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض. لا أدري كيف سيطبق عبد الفتاح السيسي هذا الإجراء. أعود للخبر الذي ذكرناه حول ارتفاع أعداد الوفيات هنا في بريطانيا، وذلك بعد تسجيل الوفيات التي تمت في دور العجزة في شمال أيرلندا وسكوتلندا. معي طارق نعيمات الصحفي والكاتب من لندن. أرحب بك طارق. بداية حول ارتفاع أعداد الوفيات التي تم احتساب وفيات دور العجزة هنا في بريطانيا لتجعل بريطانيا رقم واحد في أوروبا، هل هناك أي معلومات تعطيها الحكومة البريطانية عن أسباب في البداية عن أسباب عدم احتساب هؤلاء في وفيات كورونا اليومية؟ هم يمكن في عاملين. أولا احتساب الوفيات التي حدثت تقريبا خارج المستشفيات في دور العجزة تحديدا، هناك تقارير تتحدث عن 453 دار العجزة وصلها فيروس كورونا، ونسبة كبيرة من نزلائها إما مصابون أو توفوا نتيجة للفيروس. ولذلك ضمت الحكومة هذه الإحصائيات إلى الرقم العام الذي يجمل الإصابات. العامل الثاني هو احتساب الإصابات في أيرلندا الشمالية وأيضا في اسكتلندا لتصبح إحصائية يعني تضم كافة مقاطعات يعني ما يسمى بريطانيا العظمى. وعلى هذا الأساس تكون بريطانيا هي البلد الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة. لكن طارق أنا تابعت، لم أتأكد حتى الآن بأن الدول الأخرى أيضاً على الأقل في أوروبا تقوم بما قامت به بريطانيا، يعني باحتساب حالات الوفاة في دور العجزة ضمن وفيات أو إحصائيات الوفيات اليومية لكورونا. لا، في الحالة الإيطالية لا يقومون بذلك، ويبدو أنه هذا الأمر متعمد، ربما لعدم بث الفزع، ربما لعدم وجود إمكانية لذلك. لكن على الأكيد إنه التقارير الصحفية تشير، في تقرير الجارديان أشار إنه يعني إذا احتسبت وفيات في إيطاليا، وفيات البيوت التي تسجل في البيوت والتي تسجل أيضا في دور العجزة، يمكن أن يصل الرقم إلى 45,000، وقد يفوق ذلك الرقم. وأيضا في إسبانيا تنسحب الحالة أيضا في إسبانيا، وهناك بعض الحالات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من المرض فضلت العائلة أو فرح حتى فضل المريض نفسه أن يبقى في البيت ولا يذهب للمستشفى. المستشفيات يعني إذن طارق يحسب للحكومة البريطانية أنها أضافت وفيات كورونا في دور العجزة لوفيات اليومية، ولكن هناك كارثة إنسانية، يعني لماذا لم تقم الحكومة البريطانية برعاية هؤلاء ولم تقم بمعرفة الأسباب التي أدت لوفاتهم؟
يعني هو الحقيقة يقودنا ذلك إلى إجمال الأداء العام للدولة بشكل عام والخدمات الصحية بشكل خاص. المتابع للحالة البريطانية يعلم تماما أنه شبكة الصحة الوطنية لا نجحت تعاني من مشاكل جمة في السنوات الأخيرة، وكانت موضوع رئيسي في الانتخابات والجدل حولها كثيرا، ومع وجود وباء غير مسبوق أيضا ولا يوجد له لقاح ولا يوجد له علاج ولا يوجد هناك تجربة بشرية على الأقل في 100 سنة الأخيرة، كل ذلك كشف يعني عيوب شبكة الصحة، وأيضا فاقم الأداء البيروقراطي للدولة، يعني كشف أيضا هناك عيوبا في وتأخر في الأداء وانتظار حينما كانت إيطاليا في الذروة. بريطانيا لم تفرض آنذاك حالة الإغلاق العام وتأخرت بذلك هي والسويد، يعني آخر تقريبا بلدان في أوروبا فرضوا حالة الإغلاق العام من ضمنها بريطانيا. طيب طارق، الآن بالنسبة للوفيات ضمن الأقليات وخاصة أصحاب البشرة السمراء، هل أنت مقتنع بالأسباب التي عرضها نائب مدير الصحة حول تبرير ارتفاع إصابات كورونا ووفيات كورونا بين أصحاب البشرة السمراء من البريطانيين؟ يعني هو المشاكل التي يعني تم إيرادها من ناحية التي تعنيها الأقليات ومنها أصحاب ذوي البشرة السوداء، حتى المسلمون، يعني هناك الحديث عن موضوع العادات الاجتماعية، وهذا أتوقع أنه هذا فشل للدولة في رعاية هذه الفئات المهمشة الأقل حظا. وهناك التقارير الحقوقية من جهات حكومية وحتى من جهات غير حكومية أشارت لهذا الفشل، وأن هذه الفئات لا تحظى بالرعاية الكافية، ولا حتى في نظام الطبيب العام أو الجي بي لا تحظى بالرعاية الكافية قبل هذا الفيروس، فما بالك وقت الأزمة ووقت فيروس كورونا حينما استنفرت الدولة بكاملها وامتلأت المستشفيات بكاملها، وأصبحت موضوع الرعاية الصحية موضوع شديد التعقيد، وهناك نوع من يعني بعض يعني في التقارير أيضا التي أشارت للإحصائيات، يعني تخيل أنه بعض المصابين في السرطان تم إيقاف علاجهم، يعني المصابين يتعالجون بالعلاج الكيميائي تم إيقاف علاجهم وسجلت وفيات بينهم. لذلك هناك الآن مطالبات لاحتساب المرضى الذين كانوا من الأثار غير المباشرة لكورونا. يعني هذا صحيح طارق، لذلك لا ندري العام القادم ربما نرى قائمة لوفيات كورونا بشكل غير مباشر أكبر من الذين ماتوا بكورونا بشكل مباشر. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طارق نعيمات الكاتب والصحفي. والآن أعزائي المشاهدين مع قصة كورونا لهذا اليوم. في قصة كورونا لهذا اليوم نتناول استخدام السلطات البريطانية لتطبيقات ذكية على الهواتف من أجل الحد من انتشار كورونا. بريطانيا تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، حيث قامت بتجربة تطبيق على الهاتف الشخصي ما سيساهم في محاصرة انتشار الفيروس. الحكومة تدعو البريطانيين للاستخدام هذا التطبيق والاشتراك به ووضع معلوماتهم من أجل أن تصلهم رسائل من المركز الصحي تحذرهم حال اقترابهم من أي شخص مصاب بالفيروس. نتابع. We're building an army of human contact tracers who can man the phones and find the contacts and support people. And of course we're developing the contact tracing app which can help us deliver test track and trace on the mass scale that we need across the country. The app, which takes full consideration of privacy and security, has already been tested in closed conditions at an RAF base. If you become unwell with COVID symptoms, you inform the NHS via the app. Other app users who you've had significant contact with in the last few days will then be sent an alert by the NHS along with advice about what to do. إذن كان هذا مات هانكوك وزير الصحة البريطاني يتحدث عن استخدام هذا التطبيق، ويقول بأن التطبيق سيعمل عندما يقوم الشخص الذي يشعر بأن لديه أعراض كورونا بتبليغ هيئة الصحة بأن لديه أعراض كورونا، فيتم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع كل من حملوا هذا التطبيق لكي يبتعدوا عنه. دول أخرى قامت بتجريب هذا التطبيق، كان من أبرزها كوريا الجنوبية.
هذا الإجراء تعرض لانتقادات كبيرة من قبل منظمات حقوقية أعلنت قلقها من استغلال الوباء للاعتداء على الحريات الشخصية. العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها قالت بأن هذا التطبيق يضيف من الحريات الشخصية إلى ضحايا كورونا. معي للحديث حول هذا الموضوع الخبير في تكنولوجيا المعلومات سيد أسامة أصيام. أرحب بك أسامة في هذه الحلقة. بداية من الناحية التكنولوجية، يعني كيف يعمل هذا التطبيق، وهل تعتقد بأنه سيقوم بمهمة لنقول نبيلة في الحرب على الفيروس؟ نعم، تحية بداية لك وللمشاهدين الأعزاء. هو بداية مثل هذا النقاش يحصل دائما في عدة مواضيع تختص في تطبيقات الهواتف، ولكن الآن في حالة كورونا يوجد مجموعة من الأسئلة حقيقة يجب أن نجيب عليها بداية حتى نخلص إلى نتيجة محتملة. أولا، جمع هذه البيانات عن طريق هذا التطبيق، هل من الواجب أو هل يلزم جمع بيانات خاصة مثل الموقع الجغرافي وتشخيص هذه البيانات أو ربطها بهوية المستخدمين، أم يكفي أن تكون فقط عبارة عن دعنا نقول إشعارات أو دخول لبيانات المستشعرات أو الحساسات التي تكون أصلا مدمجة في الجهاز؟ أيضا السؤال الآخر هو، هل مريض الكورونا لديه خصوصية، بمعنى أنه هل من حقه أن يطلب بإخفاء هويته أو إخفاء حمله للمرض عن وزير الصحة مات هانكونغ البريطاني قال بأن الخصوصية سيتم احترامها، وأن هذا التطبيق لن يكون إلزامي، يعني إذا كان الشخص لديه أعراض كورونا لن يلزم بأن يبلغ أو ربما يسجل نفسه في هذا التطبيق. نعم، هذه هي النقطة الثانية، أن يكون هذا التطبيق اختياري وليس إجباري، حتى يكون متماشيا مع قوانين حماية البيانات الأوروبية أو ما يسمى بقانون GDPR، الذي يلزم أي شخص يجمع البيانات أو يعالجها بأخذ موافقة المستخدم مبدئيا. النقطة الأخرى التي يدور حولها النقاش حاليا هو ما إذا كان مكانت هذه معالجة، طريقة معالجة البيانات وجمعها ستكون مركزية أو لا مركزية. مركزية بمعنى أن هذه البيانات تجمع على خادم خارجي تحت تصرف الدولة، تعالج البيانات هناك ثم تأتي النتائج بناء على هذا، أو أن تكون بطريقة غير مركزية، بمعنى أن هذه البيانات لن تستخرج إلى خادم خارجي ولكن تتفاعل. وما الخطر هنا أسامة؟ يعني كأنك تشير إلى احتمالات الاختراق، لأنه حوادث الاختراق كثيرة جدا هنا وفي بريطانيا، يعني آخر حادثة اليوم اختراق حواسيب كبير علماء بريطانيا. فالسؤال، إذا لم تكن الحكومة قادرة على حماية حواسيبها، فكيف ستكون قادرة على حماية خصوصية مواطنيها؟ هنا الإشكال حقيقة، وفي في 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 أمن المعلومات أو في علم أمن المعلومات، القاعدة الأولى دائما هو أنه لا يوجد أمان كامل أو تام بالنسبة 100%، وإنما أنت تفاضل بين خيارات كلها لديها نسبة من الاختراق حقيقة حتى تأخذ ما يعني تستلزمه. ولكن النقطة هنا أن الجهة التي تجمع البيانات، إذا كانت الجهة التي تجمع البيانات هي الدولة وكانت مركزية، هذا يعني لديه عنده انتقادات كثيرة عند نشطاء حقوق الإنسان والخصوصية، بأن هذا يعطي صلاحية للدولة، صلاحية أكبر للدولة دعنا نقول للسيطرة بشكل أكبر أو جمع البيانات وتتبع ومراقبة المواطنين. طيب، ولكن حتى ما نكون أبيض وأسود أسامة، يعني ألا يمكن أن يكون التطبيق مفيدا في جعل الناس يبتعدون عن هذا الشخص، أم أنه قد يأتي بمفعول عكسي؟ يعني الشخص هو في الأساس، هذا الذي لديه كورونا، هو لا يجب أن يخرج، يجب أن يكون في الحجر، لماذا يخرج ويجعل الناس تبتعد عنه؟ هنا نعود للسؤال الأول، أن الهدف من هذه التطبيقات، هل الهدف منها هو جمع معلومات صحية عن المستخدم، أم الهدف من هذه التطبيقات أو من هذا التطبيق تحديدا هو فقط إرسال رسالة للمستخدم أنه الآن يقترب من تجمع معين أو أنه يقترب من منطقة فيها نسبة كورونا مرتفعة؟ حسب إجابة هذا السؤال نستطيع حقيقة أن نخرج بتطبيق يوفي هذا الهدف حقه دون أو بالحد الأقل من اختراق خصوصية المستخدم حقيقة. هو في العادة يعني في التطبيقات النصائح العامة التي نعطيها المستخدمين أن هذه التطبيقات يجب في البداية أن تطلب القدر الأقل
أو الكافي لها لعملها فقط دون أن تتعدى ذلك، والشيء الآخر أن يكون هذا برضا المستخدم، وأيضا المستخدم يعطي صلاحية هذه التطبيقات فقط فيما يريده من هذه التطبيقات. طيب أسامة، أخيرا على حد علمك، إضافة لكوريا الجنوبية، سنغافورة أيضا استخدمت هذا التطبيق، كيف كان تجاوب الناس مع هذه التجربة، وهل كانت ناجعة؟ هذا التطبيق أو مثل هذه التطبيقات الآن تستخدم في أماكن كثيرة بسبب كورونا. التوجه الآن دائما إلى 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 تكنولوجيا المعلومات لحل كثير من الإشكاليات حقيقة، ليس فقط في كوريا الجنوبية أو سنغافورة، حتى هنا في تركيا عندنا وزارة الصحة أصدرت تطبيق خاص لهذا الأمر. لكن في هذا التطبيق يعطيك مثلا حسب الموقع الجغرافي الذي أنت فيه، يعطيك المنطقة، كل منطقة من المناطق نسبة أو نسبة الريسك أو الخطورة بعدد المصابين في المنطقة المجاورة لك، دون الإفصاح عن هوية المصابين، أو دون أن يكون هناك مثلا تشخيص أو ربط لهذه البيانات. وهنا هنا هنا اعتراض كثير من الناس أن تربط هذه البيانات بأشخاصهم أو بهوياتهم، فتصبح معلوماتهم عرضة للاختراق. مكشوفة. شكرا لك أسامة صيام، الخبير بتكنولوجيا وأمن المعلومات. والآن أعزائي المشاهدين إلى أخبار وعناوين كورونا في الصحافة العربية والدولية. في صحيفة القدس العربي واشنطن، تواصل اتهام بيجين بالتكتم على تفشي فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تقول لا أدلة أمريكية تم تقديمها حول مختبر ووهان. في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، العالم يتحد وراء استعجال اللقاح، في إشارة لمؤتمر بروكسل الذي عقد أمس، وتم جمع حوالي 4 مليارات من الدولارات لدعم جهود إنتاج لقاح ضد كورونا. في صحيفة العربي الجديد، كورونا وكاواساكي، هل من علاقة، في إشارة إلى مرض متلازمة كاواساكي التي تصيب الأطفال الصغار. في صحيفة The Times البريطانية، عودة الرياضة لإعطاء المشجعين بعض الراحة في الحجر الصحي. أما في The Guardian البريطانية، غضب إزاء خطط لتخفيف الحجر الصحي قد تعرض العمال البريطانيين للخطر. نبقى في الصحافة البريطانية، The Independent البريطانية، المملكة المتحدة تجري محادثات حول اختبارات الأجسام المضادة لكورونا تعطي نسبة أمان ودقة 99%. ونختم كورونا اليوم بهذه الطائفة من الأخبار الصحفية حول كورونا والتي وردت في الصحافة العالمية. إلى اللقاء. في أخبارنا لهذا اليوم نقرأ: هل تقود فلسفة أمريكا أولاً لصراع على لقاح كورونا؟ نشرت مجلة بوليتيكو تقريراً حذرت فيه من أن فلسفة الرئيس ترامب التي تقوم على أمريكا أولاً قد تقود إلى صراع على إنتاج لقاح لفيروس كورونا. وأشارت المجلة إلى أن أمريكا رفضت المشاركة بمؤتمر عالمي لمناقشة التزامها بتوزيع لقاح يطور في المستقبل ضد الفيروس، وازدادت الأمور سوءا في ظل المشاجرات التي يقوم بها ترامب مع الصين ومنظمة الصحة. وباء كورونا يضع أسئلة حول مستقبل النفط. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا حول مستقبل النفط في ضوء معطيات جائحة كورونا. ونقلت الصحيفة عن جون براون المدير السابق لشركة بي بي إنه راقب على مدى 5 عقود التقلبات بصناعة النفط، وعلى خلاف دورات الكساد والازدهار، فهو يعتقد أن انهيار أسعار النفط المرتبط بكورونا تعتبر تحذيرا لما هو آت، ويرى البعض أن ما جرى مجرد إعلان ترويجي لما سيحدث بالصيف. كم حجم الانخفاض الذي تم لثاني أكسيد الكربون بسبب الإغلاق العالمي؟ كشف موقع Scientific American عن أن انخفاض غازات الاحتباس الحراري عالمياً ما زال ضئيلاً، رغم أن هناك حالياً 4 مليار شخص حول العالم يخضعون للحظر،
ويتوقع خبراء أن تنخفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 5% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، لكنها لا تزال أقل من الانخفاض الذي يوصي به العلماء سنوياً بنسبة 7.6% لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية. كورونا يعمق مشاكل الإدمان على الكحول. كشف أطباء عن ازدياد تعمق مشكلة الإدمان على المشروبات الكحولية في ظل جائحة كورونا التي جعلت كثيرين يشعرون بالتوتر الشديد جراء العزل والحرمان من الدعم النفسي. وقال تقرير نشرته الجارديان إن خدمات الإدمان في جميع أنحاء بريطانيا سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب الحجر. وتشير الصحيفة إلى أن الرجال في الأربعينات والخمسينيات والستينيات هم أكثر عرضة للدخول بالخطر على صحتهم.